شاركت في احد البرامج بدون ذكر البرنامج. ايوه. وحققت ايضا مركز في من المراكز في البرنامج. احنا وصلتنا معلومه راح اقولها بالمشرمح بين قوسين، يعني الجائزه كانت قيمه جدا وسحبوا عليك. هل تذكر البرنامج؟ لا صعبه. صعب تذكر البرنامج. صعب تذكر البرنامج يعني بيصير في مشكله. بس المعلومه صحيحه. المعلومه صحيحه اي. هو حصل بعد ما فزت يعني بعد ما فزت بالجائزه صار في موضوع وما ادري ايش، وانه خلاص بيصير ان شاء الله بكره، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الشهر الاول، الشهر الثاني. وتتواصل معهم الشهرين؟ اي الشهرين هذه تقريبا او الثلاث شهور كنت اتواصل معهم دائما. لانهم كانوا يقولون بكره بنرد، بكره بنرد، بكره بنرد. فبعد الشهرين هذه جت اجازه اتوقع ما ادري وش الحج او شيء زي كذا، فقالوا انه بنجي بعد الحج. من بعد الحج ما عاد ادري وينهم، لا ارقام، لا انقفلت ارقام او ما انقفلت. اتواصل ارسل للشخص المسؤول يرد علي رساله بعد اربع شهور انه انا طلعت ما ادري وش وبارسل لك رقم فلان يشتغل مع ناس ما تخاف من الله يعني للاسف. يعني للامانه انا ذاك اليوم كنت فرحان بشكل، وامي فرحانه اكثر مني، ماني خسران يعني، قلت حرام فرحتي تروح عبث، حرام ان امي فرحت بهذا الشكل ولا جت. بس فهمت علي؟ روح الشاعر. طيب هذه مشكله كبيره. طيب ما راح تذكر اسم البرنامج؟ السبب اول شيء، السبب انك ما تذكر اسم البرنامج؟ السبب اول شيء يعني قانونيا، ما ودي قانونيا انت ما اخذت حقك منهم قانونيا، حتى ما رفعت قضيه. ما اخذت حقك منهم، بس انه الواحد يكون حق. طيب انت بينك وبينهم يعني عقد؟ ايش؟ بينك وبينهم عقد؟ فيه عقود وفي اشياء واضحه غير العقود، يعني حتى لو كمثال لو ما كان في عقد في مقاطع في اشياء. لان سؤالي واضح، بينك وبينهم عقد يحفظ حقك وموقع؟ بدايه البرنامج كنت انا احاول انهم يعطوني عقد، احاول كل يوم كل ما جيتهم حتى في البرنامج اعطوني عقد، اعطوني عقد اوقع معكم ان شاء الله بكره، خلاص مع ابو فلان، اوه ابو فلان راح يوم جيت، اوه وانا داخل البرنامج. فهمت علي؟ وكان في ناس انا اقدرهم في البرنامج، فقلت ان شاء الله حقي مو ضايع يعني. انت دخلت بناء على ثقتك من احد؟ ما هو ثقتي بالناس، انا كنت كل يوم احاول يعني، حتى الرسائل الموجوده اني احاول اعطوني العقد، خلوني اوقع العقد وتفاصيل الامور اللي انت بتطلع على الشاشه ما ادري كم، انت بتطلع على ما ادري كم، يعني في اشياء مثبته حتى لو ما كان في عقد، في مقطع يكفي. فهمت علي؟ هل تعتقد ان المقطع هذا كافي انه حقك يرجع؟ والله ان شاء الله الحق ما يضيع. انت سويت اجراءات معينه ولا ان شاء الله ببدا ان شاء الله؟ كنت اي انا كان عندي مشاكل نوعا ما الفترة الماضية، فالحمد لله لو توني خالص تقريبا، فان شاء الله بنبدا نتخذ الاجراء الاخر. كم لك مهمل الموضوع الان؟ كم لها البرنامج؟ مش طلعني ما ابي اقول كم لها البرنامج يحسبوه العالم ويطلع. والله البرنامج اكثر من سنة ولا اقل من سنة؟ ممكن اكثر من سنة. اكثر من سنة وتاركه الفترة هذه كلها؟ شكوى لله. شكوى لله. طيب عموما الله يرزقك وياخذ حقك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يعني حتى الجمهور دفع، تخيل دفع تصويت، يعني ما اخذوا حقي، اخذوا حقي حق الجمهور. ما ادري كيف الناس يا اخي. طيب على حسب كيف تنام وانت سارق احد او ما اخذ حق احد. طيب سؤال على حسب معلوماتك، يعني سعد الوحيد اللي ما اخذ ولا الجميع؟ على حسب معلوماتك انا ما ادري يعني. فيه ناس اخذوا لكن بطريقه سيئه مو حلوه يعني، قانونيه مو قانونيه يعني اصلا. حتى اللي خذوا لو رفعوا بعد يقدرون ياخذون حقهم الكامل. انا هم كلموني قالوا بنعطيك نص حقك. ايش ابغى بنص حقي؟ تخصم لي ما ادري كم مبلغ وقدره. فهمت؟ بعض الشباب وافقوا، ما هو بمحتاج يعني، ما شاء الله عليه وعايش، ولو بياخذها بيسافر وبينبسط وزياده على. انا ممكن ما يبغى مشاكل ولا يبغى، ممكن ما يبغى مشاكل، لكن انا كنت للامانه وقتها محتاجها يعني. كنت على ايش يعني، كنت اشتغل على امور عائليه بعيده عن شخصيه يعني، فهي اللي عشان كذا انا رفضت اني اخذ نص المبلغ. جميل جميل.